السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاعب في سحب الدولار والسفر، ما العقوبات المتوقعة من البنوك بعد تحذير البنك المركزي المصري؟ خليكم معانا يا جماعة، نشوف الموضوع ده مهم جدا 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 للناس اللي بتتعامل بالدولار وبتجيب بضاعة وكلام من ده. خليكم معانا. تستعد البنوك توقيع عقوبات على العملاء ممن يثبت إجراءه عملية سحب الدولار بغرض السفر دون مغادرة البلاد. يعني انت ما تسحبش، تسحب الدولار وتقول انا مسافر وبعدين ما تسافرش، خاصة بعد تحذير البنك المركزي بعقوبات رادعة والإبلاغ لاتخاذ الشركة المصرية للاستعلام لإئتمان. يعني انت اول ما تاخد الفلوس هيبان لهم انت خدت الفلوس من سحبتها بالدولار، هيبان لهم في ايه، في الشركة المصرية بتاعت الاستعلامات دي. فوجه البنك المركزي رؤساء البنوك في كتاب دوري له انه يتعين على البنك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات التي تمت خارج البلاد، وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022. لماذا يراقب المركزي حركة سحب الدولار؟ وتأتي هذه التعليمات من البنك المركزي المصري بعد ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية الكريديت كارد للمشتريات وبطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل على عمليات خارج مصر، على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقة داخل مصر. يا نهار ابيض، يعني انت موجود في مصر تبعت البطاقة بتاعتك الفيزا لواحد قريبك برا مصر، يسحب بالفيزا مشتريات او نقدية من المكنة علشان الفلوس تتحول لدولار ويخلي الدولارات ايه برا البلاد، بالاضافة الى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج، والذين يتضح إساءة استخدام تلك البطاقات عدم مغادرتهم البلاد بحسب ما رصده المركزي وفقا لما أورده الكتاب الدولي. يعني ده غسيل أموال يا جماعة. يعني هو وصيح من جبروته ياخد البطاقة ويطلع برا، يبعتها لواحد قريب ويسحب الفلوس من بلدنا. وألزم المركزي البنوك مراجعة استخدامات البطاقات المصرفية للعملاء شراء أو سحب نقدي حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية من تاريخه للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه. ونبه المركزي رؤساء البنوك أنه يتعين على مصرفكم اختار العملاء بأي من وسائل الاتصال، بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وخاصة للعملاء الذين لم يغادروا البلاد. انت مسافر يسحب زي ما انت عاو، او يسحب اللي هو التعليمات اللي البنك قال عليها، واحنا انا عملت فيديو عليها قبل كده ان كل واحد له سحب قد كده في اليوم وسحب قد كده في الشهر حسب الفيزا بتاعته، بلاتيني او ذهبي أو انواع الفيزات. وتابع المركزي انه يحظر ايضا طلب تدبير العملة لاغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات التي تمت خارج البلاد، وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022. أما العقوبات المرتقبة في حال تلاحظ البنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد على بطاقات عميل بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها في حال توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، سيحدث ما يلي. يتعين على البنوك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان
بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء وكذا. أي حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارا من تاريخه بصفة مستمرة، يتخذ البنك المركزي الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه قبل توقيع العقوبات على العميل. يعني هو أهم حاجة أن أنت مسافر، خد الفيزا بتاعتك واستخدمها عادي بالقوانين اللي احنا عملناها، وبقول لكم أنا عملت عليها فيديو قبل كده. أنت ما انتش مسافر وتبعت الفيزا بتاعتك بره، ده غسيل أموال. تتضمن العقوبات إيقاف التعامل مع على بطاقة العميل ويتم إبلاغه بذلك. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة، من فضلك يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل علشان يوصلوا كل جديد، وشيروا الفيديوهات دي يا جماعة عشان الناس تستفاد، عشان الناس كمان اللي بره ومعاها فيزا أي حد أو كده يفهم إن دي ما هتعمل له مشكلة أو كلام زي من هذا القبيل يعني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.